منذ اعتراف قادة داعش بانهيار تنظيمهم في العراق وليبيا وقريبا في سوريا، دخل قادة هذا التنظيم في صراعات شملت سرقات ومداهمات واقتتالا متبادلا لا سيما بين قادتهم المحليين والأجانب. بموازاة ذلك، لم تقتصر جرائم داعش على تدمير الحجر، بل استهدفت قهر البشر، فانتشر سجون التعذيب وراح ضحيتها الآلاف من أهالي الموصل. هذه المواضيع وغيرها تتابعونها مساء اليوم الأربعاء في برنامج استوديو الآن، الساعة 7 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت الإمارات.